حضراتكم، وكالمعتاد بنقابلكم على مدى ساعتين كل يوم صباحا في برنامج هذا الصباح. والنهارده عندنا اكيد موضوعات هنناقشها معاكم على مدى الساعتين كلها، بنغطي بيها ابرز مستجدات الاحداث. طبعا على راس مستجدات الاحداث دايما الوضع الاقتصادي في العالم نتيجه لازمات مختلفه، ابرزها الحرب الروسيه الاوكرانيه. هنتكلم النهارده عن تاثير الازمه الاقتصاديه العالميه على حياه الدول والمواطنين، وكيفيه الاستعداد للمزيد من الضغوط الاقتصاديه اللي بتعاني منها دول كتير في العالم. عندنا أيضا موضوع عن برامج الحماية الاجتماعية وجهود الدولة في الارتقاء بمعيشة المواطن، وأخيرا موضوع آخر عن مبادرة لم الشمل للأسرة المصرية، وهي مبادرة لحل مشكلة 1000 أسرة على مدار 30 يوم. أكيد هنعرف تفاصيل كتير عنها في حوار مفصل. ده بالإضافة أكيد لتغطيتنا لأبرز التطورات في عالم الاقتصاد والرياضة من خلال نشراتنا الرياضية والاقتصادية. خليكم معانا، نبتدي معاكم كالمعتاد بفقرة ايروبكس اللي بنجدد فيها النشاط والحيوية في بداية اليوم. من بعدها هتكون لينا جولة مع أخبار العالم هذا الصباح وتقارير المراسلين. صباح الخير، معاكم كابتن احمد. النهارده هنشتغل على عضلات الابر، الباي، والشيست، الكتف الامامي والشيست. نجهز ونشوفكم بعد الفصل.
خلصت تماريننا، يا رب تكونوا استفدتوا. مرة تانية ونبتدي بتصريح وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط أن قمة شرم الشيخ للمناخ جاءت في وقت مهم لحشد التمويل اللازم للتنمية والمناخ، وأكدت أنه مبادرة ديفوس لتحفيز التمويل المناخي تتسق مع دعوات وأهداف مؤتمر المناخ كوب 27. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان العمل الخيري حافز لحماية كوكبنا ضمن فعاليات منتدى ديفوس الاقتصادي الدولي. نشوف تقرير. في اليوم الثاني من فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2023 الذي يعقد خلال الفترة من 16 حتى 20 من يناير الجاري، شاركت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط في إطلاق مبادرة تحفيز الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لزيادة تمويلات العمل المناخي. وقد ناقشت الجلسة دور المنظمات غير الهادفة للربح في تحفيز العمل المناخي، ومناقشة كيفية استفادة القطاعين الحكومي والخاص من الموارد والأدوات المتاحة لدى المنظمات غير الهادفة للربح، وذلك لسد فجوة تقدر بنحو 100 تريليون دولار من أجل نشر الحلول العادلة للحفاظ على المناخ والطبيعة خلال عام 2050. المشاط أكدت خلال الجلسة أن تنفيذ أهداف مؤتمر المناخ كوب 27 بالانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ يتطلب تنفيذ الالتزامات المالية وحشد الموارد من الدول المتقدمة والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح. التمويل أمر مهم للغاية، وكان هذا موضوع أساسي في شرم الشيخ، ووضعنا دليلا من أجل التبرعات والجهات المانحة الأخرى لدينا بشأنها فصل كامل من أجل التصنيف وحجمها وكيفية إعطائها هذه الأموال. أود أن أطرح على رئيس هذا المنتدى أن يخوض مناقشة على هذا الجهد الجماعي وأن يعرض هذا الكتاب، إن الأمر لا يتعلق فقط بالتمويل بل أيضا بمنصات البلاد من أجل المساهمة في تحقيق التكيف بأسرع وقت ممكن. وقد شهدت الجلسة إشادات من قبل الحضور باستضافة ورئاسة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 وأهمية ما جاء في هذا المؤتمر كخطوة نحو الانتقال من التعهدات المالية إلى التنفيذ. جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ شدد في كلمته خلال الجلسة على أن الوقت ينفد أمام العالم لمكافحة تغير المناخ. أنا مقتنع أن العالم سيصل إلى اقتصاد منخفض أو خالي من الكربون كلياً، لأنه يتعين علينا ذلك، ولكني غير مقتنع أننا سنقوم بذلك في الوقت المناسب لتفادي أسوأ عواقب الأزمة التي ستؤثر على ملايين الأشخاص في العالم. وأكثر ما نحتاج إليه للتصدي لتغير المناخ وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون هو المال. وخلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن مبادرة تحفيز الشراكة لزيادة تمويلات العمل المناخي، أشارت المشاط إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الهادفة للربح مع القطاعين الحكومي والخاص في دعم العمل المناخي في الدول المختلفة. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع منظمة الانتربول ورشة عمل إقليمية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك بحضور وفود 21 دولة وممثلي منظمتي الأمم المتحدة والإنتربول. تقرير. نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل إقليمية بعنوان التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي جاء تنظيمها بالتعاون مع منظمة الإنتربول، ويأتي انعقادها في مصر إيماناً من الوزارة بأهمية التعاون الدولي والإقليمي لرصد وتجفيف منابع تمويل الإرهاب كأحد روافد مكافحة هذه الظاهرة. بالتأكيد الأساس في مكافحة الإرهاب وأي جرائم أخرى، جرائم عابرة الحدود، هي تبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول في الإقليم، وهذا ما سنسعى إليه خلال هذا الاجتماع. هذه الورشة تأتي في سياق سلسلة ورشات عمل سابقة قمنا بها في هذا البلد الطيب
نحن سعداء جدا بوجودنا في هذا البلد الذي عانى من الإرهاب والذي ضرب أروع الأمثلة في مكافحة الإرهاب. أتاحت ورشة العمل التي أقيمت على مدار 3 أيام وشارك فيها وفود 21 دولة وممثلو منظمتي الأمم المتحدة والإنتربول المجال للمشاركين فيها لتبادل الخبرات والرؤى حول الأساليب المستحدثة لتمويل الأنشطة الإرهابية وأحدث أساليب مكافحتها وما يرتبط بها من جرائم أخرى، في مقدمتها تهريب المخدرات والإتجار في العملة المشفرة لتمويل الأنشطة الإرهابية. Les sources de ces financements sont nombreuses, d'appartenance du pays. Par exemple, au Niger, les sources du financement du terrorisme, c'est le trafic de drogue, c'est l'orpaillage, c'est le trafic de migrants, c'est le trafic d'armes, etc., etc. This is a good chance, just like to learn. For that, from the very beginning, and to get to know how other countries are investigating, what problems they are facing. Well, there are some trends that we have to deal with, like the cryptocurrencies and so on. And it's always good just to be updated, you know, it's like. وفي الحقيقة نتمنى أن تستمر مثل هذه الورش على كافة المستويات حتى نضع خطوط عريضة ونستفيد من تجارب الدول في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد استعرضت مصر تجربتها في توجيه الضربات الاستباقية للأنشطة الإرهابية والتصدي للعناصر الضالعة في تلك الأنشطة، مع التأكيد الدائم في كافة المحافل الدولية على ضرورة تجفيف منابع تمويله وعقد دورات دولية في هذا الإطار، ومنها هذه الورشة. Thank you. I think it is very timely and excellent that Egypt is hosting this event because it sets forward how Egypt has a leading role, has been a center of excellence on terrorism financing, on countering terrorism financing. It's very relevant to have this here. We are in this wonderful police academy facility and we will have the opportunity to benefit. Well, as we have seen today, the efforts of Egyptian authorities have been fantastic in countering terrorism financing, and we continue to work very closely with Egyptian authorities in this space. This conference will be a great opportunity to further build on this cooperation with Egyptian authorities, but also with many other countries who are present here with us over the next few days. أحب أشكر جهود وزارة الداخلية المصرية واللجنة التنظيمية يلي حطوا كل الإمكانيات الممكنة حتى يكون هيدي الورشة ورشة ناجحة. أوصت الورشة في ختام فعاليتها بتعزيز تبادل المعلومات إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب وتفعيل برامج الإنتربول لرفع القدرات الشرطية المحلية في هذا الإطار، وإقامة دورات وورش عمل واجتماعات لمكافحة الأنشطة الإرهابية والإجرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب، والتعاون الدولي في عملية تبادل المعلومات من خلال قنوات منظمة الإنتربول وقنوات المشرعة في عمليات التحويلات الغير قانونية واستغلال الاستثمارات على النطاق الوطني في عمليات تمويل الإرهاب. عقد الورشة بأكاديمية الشرطة كانت فرصة للوفود المشاركة فيها للاطلاع على كيانات ومرافق الأكاديمية، حيث تم تنظيم زيارة لهم للاطلاع عليها وعلى البرامج التدريبية والتعليمية المطبقة داخلها لإعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي وفقا لرؤية أمنية عصرية تواكب أحدث المستجدات الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، حيث أشادت الوفود بإمكانات الأكاديمية وتفردها بين مسيلاتها في إعداد حماة الأمن والأمان.
تمضي وزارة الداخلية في استراتيجيتها نحو تعزيز التعاون الأمني مع شركاء مصر الإقليميين والدوليين في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار. استضافت مصر ورشة العمل حول التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنما هو تأكيد جديد على الريادة المصرية في مجال العمل الأمني وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والذي أدى إلى حالة الاستقرار الذي تعيشه مصر حاليا مع الانطلاق نحو البناء والتنمية. من مقر أكاديمية الشرطة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري. دشن التحالف الوطني للعمل التنموي العديد من المبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث لعب التحالف دور مهم جدا في مساندة الحكومة لدعم أصحاب الدخول المحدودة، وذلك عبر ما يزيد عن 30 جمعية ومؤسسة أهلية. نشوف تقرير. منذ توليه المسؤولية عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان الحقوق التي تمكن جميع شرائح المجتمع من حياة كريمة ولائقة، وهو ما تجسد عبر إطلاق المبادرات ذات البعد الاجتماعي التي تعززت بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني في مسعى لخلق نوع من التوازن بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤدي دورها جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة من أجل صون كرامة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. ولم يكن ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلا خطوة حقيقية لتوحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تطوير العمل الاجتماعي وجعله ركيزة أساسية في كل المبادرات. وعبر ما يزيد عن 30 جمعية ومؤسسة أهلية دشن التحالف العديد من المبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية، كما لعب دورا مهما في مساندة الحكومة في دعم أصحاب الدخول المحدودة. وجاءت أولى مبادرات التحالف وصل الخير في رمضان بتكلفة 2 ملياري جنيه، تلتها وصل الخير 2 لتقديم خدمات أكبر بالمحافظات، كما ساهم التحالف في دعم مظلة الحماية الاجتماعية ب9 مليارات جنيه ومساعدة نحو 107,000 أسرة من خلال بيت الزكاة والصدقات وتوفير مئات الأطنان من الدعم الغذائي عبر بنك الطعام، إضافة إلى تقديم وجبات مدرسية متكاملة ل35,000 طالب يوميا في 10 محافظات. وتسعى المبادرة للوصول إلى باقي المحافظات لدعم الفئات الأكثر احتياجا أينما وجدوا. واتساقا مع الرؤية الرئاسية لترسيخ قيم التضامن والتكافل بصعيد مصر، قام التحالف الوطني على مدار شهر ديسمبر الماضي بإطلاق مبادرة قطار الخير من قنا لتقديم خدمات متنوعة طبية وتنموية وتوعوية وأيضا ترفيهية لما يزيد عن 20,000 مواطن في قريتي التطويرات ودمدرة والقرى المجاورة. مسار تنموي ومبادرات تلو الأخرى تأخذ طريقها تحت إشراف رئاسي هدفها تحسين مستوى شريحة واسعة من المصريين وترسيخ قيم التكافل والتضامن الاجتماعي. تواصل وزارة التموين فتح معارض أهلا رمضان بالمحافظات، حيث أكدت الوزارة أنها تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع في مختلف المعارض والمنافذ. نتابع تقرير. بأكثر من 200 معرض استعدت الدولة لشهر رمضان، رقم يضاف إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافس جمعيات والسلاسل التجارية التي استعدت بركن أهلا رمضان. عندنا 44 معرض في محافظة المنوفية، منهم 4 في مدينة أوسنا والباقي في مراكز المحافظة، ومعدد 10 مراكز. والحمد لله النهاردة الأسعار في متناول الجميع. بنهتم دايما بالسلع الاستراتيجيه اللي هي بتخص كل مواطن، اللي هي سلعه السكر، الزيت، الرز، المكرونه، الدقيق، العدس، الشاي. المعارض التي اتخذت شكلا واحد اتفقت في السلع والتخفيضات التي تصل الى 30%. الاسعار جميله جدا جدا ورخيصه وفي متناول الجميع. الرز بره ب 20 جنيه هنا ب 13.5. في فرق شاسع بين الاسعار هنا والاسعار بره، فرق كتير قوي. يعني حضرتك لو انا هشتري حاجات من هنا مثلا ب 500 جنيه ممكن اجيبهم بره مش اقل من 750 جنيه، فرق كتير قوي طبعا. فمن اقصى مصر الى ادناها انتشرت تلك المعارض لتلبيه احتياجات المواطن من السلع. من المنوفيه الى الغربيه لا يختلف الوضع كثيرا بالنسبه للمعارض، سواء في الانتشار او بالتخفيضات.
فهنا بالغربية بدا الأمر كما كان بالمنوفية، سواء في وفرة السلع بالمعارض أو التخفيضات، وإن اختلفت في عدد المعارض. عندنا 22 معرض أهل رمضان وشوادر، عندنا 49 برضو سلاسل تجارية على مستوى الغربية، عندنا 45 منفذ متحرك بيجوب جميع القرى والنجوع في محافظة الغربية، ودي بالقصد محاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافس الأسواق بتخفيض 30% إن شاء الله. ولأن الهدف كان المواطن، فإنه وجد فيها طريقا للنجاة من جشع البعض وطريقا آخر للحصول على سلعه بتخفيضات كبيرة. فكرة المعرض دي فعلا بتزود انها تكون البضاعة موجودة، بدل ما يكون في الناس اللي التجار اللي هم اللي بيحتكروا السلعة وبيخبوها وكلام من ده، تكون موجودة اصلا في السوق قدام الناس، كل واحد بيجي يختار اللي هو عايزه والحاجة اللي ناقصاني جاي ياخدها. كلنا بناخده، الاسعار هنا كويسة عن بره كتير. كويس هنا الحمد لله. وما بين المجمعات الاستهلاكية والمعارض والسلاسل التجارية انتشرت أيضا الشوادر والمنافذ المتنقلة بالمجالس القروية للوصول إلى القرى والنجوع أيضا. رمضان الشحات، النيل. يسعى مجموعة من اللبنانيين لعمل مسلسل فني يجسد تراث مدينة صيدا جنوب لبنان من خلال تقنية التصوير باستخدام الهاتف المحمول. نشوف تقرير. إحياء للتراث القديم بمدينة صيدا جنوبي لبنان. يغني رجال بملابس تقليدية وهم يسيرون في أزقة المدينة في إطار جهودهم لإنتاج مسلسل على الإنترنت بعنوان ساحات وحكايات صيدا. الفكرة أنه أنا والشباب حبينا نعمل شيء هيك تطوعا مننا، أنه نضوي شوي على مدينة صيدا وعلى تراثها وعلى أهلها وعلى طيبتها وعلى الأشياء الحلوة فيها والأحداث اللي كانت تدور بين الجيران، وبالزمانات يعني كان في قصص كتير حلوة. نحنا يعني جيلنا منه وعيلة بنسأل الأكبر مننا سنا أنه بركة أنه بنستفيد منه شو صار بذاك الزمن يعني. ففي اشياء كتير بتكون حلوة عم نخدها عم نعملها يعني عم نجسدها على أرض الواقع أنه تكون مثل مسلسل مصغر عن مدينة صيدا. ويقول العاملون بالمسلسل إن العمل الفني ممول ذاتيا بالكامل دون تمويل من أي مؤسسة حكومية أو خاصة، ويجري تصوير جميع المشاهد وضبطها باستخدام الهاتف المحمول، كما أن جميع الأدوات والملابس مقدمة من أصدقاء المشاركين في هذا العمل الفني. نحن التمثيل عم نمثله أساسه كان موجود بصيدا، موجود بصيدا ونحن عم نمثله. يعني كان هاك جو صيدا قديم، فقر وتعتير، مختار شغله من هالنوع، عايده ينزل المختار يهز الدنيا ازاي هلا الوزير والنائب قاعد ورا الكراسي. الزمانات كان المختار له سلطه على الارض وكان يقدر يعمل ويقدر يوصل، بس هلا ضعيف امكانياته كنائب كوزير بيحكي. نحن عم نعمل اللي كان ايام زمان نقدر نمسته، برك ان شاء الله من هالمخاطره من هالولاد الحلال يقدروا يشوفوا ويراقبوا ويوصلوا لحل معنا. ويامل العاملون في المسلسل الفني في ان تصل رسالتهم للمسؤولين بالحكومه اللبنانيه من خلال متابعه الاوضاع المعيشيه للمواطنين اللبنانيين، خاصه الذين يعانون من نقص في الخدمات المقدمه اليهم. دي كانت جولتنا مع اهم اخبار العالم وتقارير المراسلين هذا الصباح. نروح لاولى نشراتنا الرياضيه مع الزميل محمد شعبان، من بعدها اولى فقراتنا الحواري. خليكم